نسأل الله الرحمة للشيخ صالح. آمين. أنا والله توقعت أنكم ما تطلبون القصيدة، لكن اللي تبونها حاضر، ما عندي مشكلة. الله يبيض وجهك، تعديت وما راح نردك، وأنت وافي الله يجعل من جاب كل جنة. ولا قصيدة بيتي توي مسويها. قال الشيخ سعد قلت المفروض أنكم علمني قبل بأسبوع أسبوعين. جزاك الله خير. دينا جاهز شيء يستاهل. في قصيدة دائما رحبها في ضيوفنا اللي يجون الخيمة، لكن أنا بعطيك بيتي. خلها يعني الترحيبية للعموم. الترحيبية للعموم، بيتي خاصة لك أنت، وبعطيك بعدين القصيدة العامة. الله يحفظك. أقول فيها: مرحبا يا شيخنا الطيب الوافي سعد، مرحبا يا طيب الأصل يا وجه السعد، مرحبا يا شيخنا الطيب الوافي سعد، مرحبا يا طيب الأصل يا وجه السعد، لو يشوفك راعي الهم من شوفك سعد، مرحبا في حلة ما تطفي نارها، مرحبا في حلة ما تطفي نارها، معرفة شرواك مكسب لنا والله عليم، مرحبا بك والنشاء ما لنا مكسب عظيم، جيتك تكريم وانت كريم ابن كريم، مرحبا في حلة ما تطفي نارها، مرحبا في حلة ما تطفي نارها. الابيات اقول مرحبا واعداد همال الغمامة، مرحبا يا ضيف ترحيبة نشامة، مرحبا بشما بسما نشامة زد رصيدك، مرحبا في خيمة غير الخيامة، خيمة في هلوفة والمقدرية، خيمة من هو لفاها ما يضامة، خيمة للدين مرفوع عمدها، والضيوف الشيوخ والشيوخ نكرامة، من لفانا قال وانصتنا القولة، وانتكلم ما يجيب اي كلامة، كلها ما بين قرآن وسنة وهرجة رجال ما يلحقها ملامة، ضيفنا لا من لفانا والله انه لو يبى الارواح نعطيه احترامه، والختام اقول بعد الله جمعنا نجتمع باذن الله بيوم القيامه في ظلال الله وفي جنه عريضه، والتحيه بيننا فيها سلام. الله وجهك صحتك حسان، تحيه يوم يلقونه وسلام في ظل عرش الله. الله المستعان، جزاك الله خير، نصح لسانك ولا فضفوك. انا لاني